بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد ومن والاه، وبعد. الكثير كان يتساءل كيف ممكن أنه أنا أفعل المفكرة، مفكرة حسنة اللي قائمة على تفعيل أسماء الله الحسنى. كيف نفعل هذه المفكرة أو كيف أستخدمها؟ كثير من الناس كانت تتساءل كيف ممكن أستخدمها مع أنها فكرتها قائمة جدا بسيطة، ولذلك رح أوضح ببعض الأمثلة كيف ممكن أستخدم هذه المفكرة. بس الأول خلونا نركز على أشياء رئيسية موجودة في المفكرة. المفكرة مبدأها الأساسي هو أنه أنا أشتغل على الغايات الكبيرة عبر مجموعة من الأهداف الصغيرة، وذلك من خلال تفعيل أسماء الله الحسنى، أي عبر أنه أنا يكون عندي مجموعة من العادات الإيجابية. يعني لازم يكون عندي مجموعة من الأفعال الإيجابية اللي هي مرتبطة بأسماء الله الحسنى. فإذا المفكرة قائمة على مبدأ أنه أنا يكون عندي غاية، غاية يعني أقصى شيء أنا أريد أوصل له. ورح نأخذ مثال. كل غاية من الغايات لها في الواقع مجموعة من أسماء الله الحسنى المرتبطة فيها. يعني كل غاية أنت تفكر فيها لها أسماء الله الحسنى الخاصة فيها. بعد ذلك أنا هذه الغايات أحولها إلى مجموعة من الأهداف الصغيرة. في المقابل هذه الأهداف الصغيرة تحتاج إلى أفعال صغيرة أيضا، لكنها مرتبطة بأسماء الله الحسنى اللي إلها علاقة بهذه الغاية. فأسماء الله الحسنى لها أفعال وعادات، فالأهداف أحققها عن طريق مجموعة من الأفعال والعادات المرتبطة بأسماء الله الحسنى. تعالوا نوضح الفكرة هذه كيف تصير. مثال بسيط، أنا عندي غاية، وهذه الغاية هي أنه أنا أوصل إلى الحرية المالية. طيب ما هي أسماء الله الحسنى المرتبطة بالحرية المالية؟ اللي هي مجموعة الغنى. فمجموعة الغنى في إلها أفعال، راح تلاحظوا أنه كل مجموعة من مجموعات أسماء الله الحسنى 12 لها أفعال. طيب هذه الأفعال أحولها إلى عادات أنا أمارسها يوميا على ثلاث مستويات، بيني وبين الله تعالى، بيني وبين نفسي، بيني وبين الآخرين. لكن ما يكون هذا العمل بعيد عن الأهداف اللي أريد أحققها. فمثلا الأهداف اللي أريد أحققها والمرتبطة بالوصول إلى الحرية المالية إنه أنا أصل إلى مرحلة الاستغناء بالله تعالى، هذا بيني وبين الله. رقم 2 إنه أكتسب مهارة جديدة. لاحظوا هنا الأهداف صغيرة، أنا بعدني ما وصلت إلى الحرية المالية، لكن هذه راح أسويها خلال شهر واحد. هذه مجموعة من الأشياء أحققها خلال شهر واحد، لأنه بتلاحظوا في كل شهر أنا أقوم بمجموعة من الأفعال المرتبطة بأسماء الله الحسنى. رقم 3، أحقق سلوك تعاوني بيني وبين الآخرين. طيب كيف أصل إلى مرحلة الاستغناء بالله تعالى؟ إذا في هناك عادة أو فعل أقوم به وهو بيني وبين الله مرتبط بأسماء الله الحسنى، إنه أنا أنفق من وقتي يوميا للاستغفار. لاحظوا هنا في من الأفعال ينفق، والإنفاق هذا من خلال إنه أنا أستغفر 20 دقيقة قبل الفجر حتى أصل إلى مرحلة الاستغناء. رح ألاحظ إنه أنا بعد 30 يوم وصلت إلى مرحلة الاستناد على الله تعالى. أما الجانب الثاني اللي هو أكتسب مهارة جديدة، إنه أنا أجتهد في إنه أنا أتعلم. شوفوا لاحظوا هنا يجتهد من أسماء الله الحسنى المرتبطة بالغنى، بالحرية، بالاستغناء. أجتهد في تعلم مهارة جديدة كالبرمجة، مثل ساعة يوميا أتعلم البرمجة. لماذا؟ عشان أشتغل عليها بعدين. رقم 3،
وحقق السلوك التعاوني بيني وبين الآخرين من خلال أساعد. لاحظوا الفعل موجود هنا يساعد، فهنا أساعد طالب على التعلم والمذاكرة. طيب الآن أنا كتبت الأهداف وكتبت العادات، لازم أعرف إيش هي إمكانياتي. على سبيل المثال أنا أريد أنفق من وقتي يوميا للاستغفار 20 دقيقة قبل الفجر، هل أستطيع قبل الفجر؟ هل في صعوبات؟ وهذا هو اللي راح يساعدنا عليها، اللي هو هذا الجدول اللي موجود. بعد ما أكتب الأهداف أكتب الأفعال أيضا مقابلة للأهداف، وحط إيش هي الإمكانيات اللي راح تساعدني وسخرها. مثلا بالنسبة لتعلم مهارة، أنا ما عندي فلوس إنه أنا أدخل كورس، لكن ممكن أتعلم من خلال اليوتيوب، أشوف حلقات من اليوتيوب عن البرمجة، فإذا أكتب إمكانياتي. طيب إيش الصعوبات؟ إنه أنا ما عندي ساعة لكن عندي نصف ساعة، فإذا هذه هي الصعوبات اللي موجودة عندي. طيب وقت تنفيذ المهمة، وقت تنفيذ المهمة تختار الوقت المناسب، لأنه لازم تكون الأهداف تحقق في توقيت معين. خلال الشهر راح أشوف نفسي إنه أنا اكتسبت عادة، وفي نفس الوقت أنا حققت هدف، اكتسبت مهارة، علاقتي بالله تعالى فيها استغناء، يعني صرت غني بالله سبحانه وتعالى، وأيضا العمل اللي اعتسبه صدقة وإنفاق ما بيني وبين الآخر، لما أعلم شخص هذا يخليني يعزز في داخلي خلق الغنى، يعني أنا عندي إمكانيات وهذا يخليني أثق في نفسي. طيب الشهر اللي بعده، الشهر اللي بعده أطبق أسماء أخرى من أسماء الله تعالى أو مجموعة أخرى تخدم الحرية المالية، عبر أنه أنا أفعل الأفعال اللي موجودة مباشرة بنفس الطريقة اللي ذكرتها لكم. طيب هل في طريقة ثانية ممكن أنا من خلالها أستخدم هذه المفكرة؟ نعم، اللي هي إنه أنا أمشي بالتسلسل بنفس الطريقة، أحط غايات وأحط اللي هي الأفعال تبعها من خلال أسماء الله الحسنى، لكن أبدأ بالتدريج، يعني أحط الغايات اللي أريدها، الغايات في الجانب المادي، الغايات في الجانب الروحي، الغايات في الجانب النفسي، الغايات في الجانب الاجتماعي، الغايات في الجانب العملي، الغايات في الجانب الشخصي، وهكذا الصحي إلى آخره، إيش أقصى شيء أريد أوصل له. بعدين أحط إيش هي الأفعال المناسبة لكل غاية، وبناء عليها أحط الأفعال، أو إنه أنا أمشي بالتسلسل، أحط الغايات نعم، لكن ما في داعي إنه أنا أسوي أهداف، وإنما ماذا أفعل؟ أكتسب عادات عبر تفعيل أسماء الله الحسنى بالتسلسل. يعني أول شيء أبدأ بأسماء الله الحسنى اللي هي أسماء مجموعة السلطان، وهذه مهمة جدا. ليش؟ لأنه هذه تعتمد على أنه أنا يكون عندي قدرة وإرادة وإدارة، يعني المجموعة الأولى تساعدني أنه أنا يكون عندي إدارة، عبر أنه أنا يكون عندي مجموعة من العادات المرتبطة بهذا الاسم. ولذلك إذا تريدوا أنه يكون عندكم مجموعة من العادات، أول شيء نرتب أمورنا من الداخل، ولذلك المفكرة أصلا مرتبة بحيث أنه أنت تبدأ أول شيء بمجموعة السلطان، يعني أول شيء أعالج المشكلات الموجودة عندي بالداخل. طيب كيف أعالجها؟ عن طريق أنه يكون عندي مجموعة من الأفعال ذات العلاقة بمجموعة أسماء الله اللي هي تبع مجموعة السلطان، وأعمل خطوات مرتبطة فيني بيني وبين الله، خطوات بيني وبين نفسي، وخطوات بيني وبين الآخرين عبر تفعيل هدف. يكون عندي أفعال، وهذه الأفعال أطبقها يوميا بحيث إنها تكون على شكل عادات، ثم أنتقل بعدها إلى المجموعة الثانية، وهكذا. بتلاحظوا إنه المجموعة الأولى والثانية تم إعطائكم بعض الأمثلة للأفعال، لكن بإمكانكم أنتوا تحطوا أفعالكم الخاصة عبر الاستفادة من جدول الأفعال، يعني من الأفعال حطوا فعل موجود تبع أسماء الله الحسنى وحولوا إلى عادة. فمثلا لو جينا نرجع هنا يهب،
إنه أنا يكون عندي أهب يوميا من وقتي للشيء الفلاني، أساعد وحدد إنه أنا مثلا في الأسبوع أساعد خلينا نقول أخوي الصغير، أي شخص يحتاج مني مساعدة أساند إلى آخره، وأحدد هذه الأشياء. إيش الإمكانيات اللي عندي؟ لابد من أنك تعرف إمكانياتك وقدراتك، وهذه فائدة الجدول اللي موجود هنا. لازم أعرف إمكانياتي. ليش؟ لأنه أنا ما أقدر أحقق شيء وأنا ما عندي إياه. والله تعالى يريدك أن تحقق الأشياء اللي هي ضمن إمكانياتك، ضمن وسعك، ضمن ما آتاك الله من قدرات ومن سعة. فممكن يكون إنسان يقول أنا ما أقدر أتعلم لأنه ما عندي المال الكافي للتعلم. طيب أنت ممكن تتعلم من اليوتيوب، ممكن تتعلم من إنسان عنده خبرة ويعلمك ببلاش، ما ضروري أنه لازم تدفع في البداية. تستثمر هذه الإمكانيات شوي شوية، تبدأ تجد نفسك أنه بدأت هذه المهارة تستثمرها، ثم بدأت تعمل مشروع، ثم بدأت تعمل تدخل فلوس، ثم شوي شوي ستجد نفسك أنك أنت وصلت إلى الحرية المالية. بهذه الطريقة يتم تفعيل المفكرة، ما فيها أي صعوبة، كل شيء واضح. أتمنى يكون هذا الشرح وضح لكم كيف ممكن نستخدم هذه المفكرة. يا رب أسأل الله تعالى أن يجعلها خطوات مباركة، كل ما هنالك هو فقط أن نلتزم وأن نستمر، ورح تلاحظوا هذه التعليمات موجودة في بداية المفكرة. إلى أن ألقاكم في وقت آخر، أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.